أهلا وسهلا بك حارث. أهلا وسهلا بكم وبجميع المشاهدين. سعيدين جدا بوجودك. يمكن الفترة الماضية كنا نتواصل عبر الهاتف وما أعرف حتى إذا يستوي نتواصل بعدين عبر الهاتف ولا ما يستوي. إن شاء الله. محتاجين نعرف مقاصد هذا التنبيه. حارث، بداية عند تلقيكم هذا التنبيه مستغرب ولا تحس أنه هذا طبيعي وفق المواد القانونية الموجودة في قانون الطيران المدني؟ وانت اكيد يعني مطلع على التفاصيل كثيرة نظرا لاهتمامكم اللي صار لفترة طويلة بهذا المجال. حقيقة في يعني مثل هذه القوانين، يعني لما كنا نتابع شاهدناها في بعض الدول الخليجية وتحديدا المملكة العربية السعودية، قبل عدة سنوات اصدرت يعني بيان مشابه لمثل هذا البيان بتقنين اللي هي خدمات الأرصاد الجوية بشتى أنواعها على الجهات المختصة لديهم. ثم بعد فترة تم يعني رفع هذه المقترحات من الأرصاد الجوية السعودية إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه وتم إصدار قانون كامل وشامل لتحديد اختصاصات الأرصاد الجوية والمخالفات التي يعني يمكن أن يقع فيها اللي هو هاو الطقس أو أي شخص يعني مهتم بمجال الأرصاد القوية. فقبل إعصار شاهين تقريبا أصدرت كذلك الأرصاد القوية بيان بنفس المحتوى الحالي أو قريب منه، وتضمن نفس الشيء اللي هو يعني المادة القانونية المذكورة في البيان الحالي. فهو غير مستغرب طبعا، وطبعا هو يعني أكيد كان هدفه هو تنظيم عملية الرصد والتنبؤ وغيرها، خاصة في ظل يعني تكرار وزيادة في الحالات القوية واللغط الذي يعني يحدث ما بين المشاهدين أو ما بين المتابعين وغيره. يعني أنت مع هذا التنظيم؟ أنا مع التنظيم، لكن هناك أشياء تحتاج إلى توضيح يعني حتى يكون التنظيم يعني لا يضر، يعني لا يكون في ضرر ولا ضرار ما بين الجهات الرسمية وما بين اللي هم المهتمين. يعني احنا ما نتكلم عن الشخص العادي اللي يتابع بس مجرد متابعة. في ناس يعني قضوا سنوات طويلة في مجال الرصد القوي، في مجال التنبؤات، وكذلك في مجال البحوث ذات العلاقة يعني بالأرصاد القوية والتاريخ المناخ وغيره. فالقانون أو البيان عام وشامل للجميع بدون تحديد، ربما ذكر في التغريدة هو التنبيهات والتحذيرات والتنبؤات المخالفة للجهات الرسمية، لكن في المادة القانونية تم ذكر خدمات الأرصاد. يعني شيء آخر عن الذي ذكر في بنقي على المواد القانونية، لأن كنا قبل لا نطلع الهواء نقول هناك واجد في تساؤلات. صحيح. متى ما وجدت هذه التساؤلات على إجابات بتتضح الصورة. فريق البرنامج جميلة الزيدية وسمية اليعقوبية يعني حاولوا التواصل مع هيئة الطيران المدني لترشيح ضيف للحديث أكثر عن ما جاء في هذا التنبيه، ونحن في انتظار يعني تجاوبهم وحول هذا يعني هذا الموضوع، لأنه يمكن ما بتكتمل الصورة إلا بعد يمكن توضيحهم. كذلك سينضم لنا خلال قادم الوقت ناصر الريامي إداري في حساب الخيمة العمانية، وسلمان الفارسي من هواة الطقس راح يكونوا معنا عبر الاتصال ويتداخلوا. للبعيد عن هذا المجال ويمكن بعضهم يستمعوا الآن لنا ويقولوا مو مستوي علامهم، يعني هذا الاهتمام بالطقس وبالتنبؤات وبالقراءات نعرف كلنا أنه اتسع، إيش ممكن نسمي أو نوصف هذا الاهتمام؟ هواية منه فائدة معينة مثلا بزنس على سبيل المثال، وكيف اتسعت بهذا الشكل بهذا الطريقة؟ هو بالأساس يعني ممكن نحن نصنفها كهواية طبعا، لأن في الأخير هي يعني بحث أو اطلاع أو متابعة واهتمام يعني بدون شهادة علمية يعني يذهب إليها المهتم في هذا المجال. لكن من خلال الاجتهاد وغيرها قد يصل هذا الشخص إلى مستوى يعني مقبول عند اللي هي احنا نقول الفئة المتعلمة او الفئة الاكاديمية. قد يصبح الشخص مقبول او قادر على فهم اللي هي اساسيات الارصاد، اساسيات التنبؤ، كذلك اللي هو التحليل الجوي وغيرها من الاشياء.
فهي هواية قد يستمتع فيها البعض يعني مثل مطاردة الأمطار والعواصف، وطبعا هذا معروف في جميع دول العالم أن في فئة يعني تتابع الحالات القوية من أجل مشاهدتها في الواقع والميدان. نعم. طبعا مع أخذ يعني الاحتياطات اللازمة كونهم يعني دارين وعارفين بمخاطر هذه الحالات القوية. نعم. عندنا الفئة الثانية اللي هي تحب التنبؤ أو تحب التحليل، تحليل الغلاف القوي. فالغلاف القوي طبعا هو فيه أسرار كثيرة وأسرار غير مكتشفة، وخاصة الشيء اللي ما نقدر إحنا نشوفه بالعين المجردة يصبح تحليله فيه نوع من المتعة وفي نوع من يعني الفضول، خاصة في يعني لتوقع المستقبل. فهي اجتهادات للمتابعين. أحيانا البعض طبعا يذهب إلى نشر هذه التوقعات في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. الإشكالية تحدث فقط عند يعني غير الملم التنبؤ أو أساسيات التنبؤ أو يعني إلى ماذا تستند هذه التنبؤات. نعم. وغيرها من الأشياء. فهذه هي النقطة التي سببت هذا القرار الذي أدى إلى منع إصدار التوقعات أو وغيرها يعني بشكل عام خدمات الأرصاد. مصادر قصدك القراءات والتنبؤات التي يقوم بها هواة الطقس هي الأمر المزعج؟ لا، المصادر هي دقيقة، وطبعا المصادر التي تعتمد عليها الأرصاد القوية العمانية تقريبا نفسها المصادر، النماذج العددية. إيه، النماذج العددية مثل النموذج الأمريكي والألماني والأوروبي وغيرها من النماذج. نعم. لكن إشكالي في فهم هذه الخرائط، يعني لما تمسك خريطة توقعات أسبوعين هذه أنت تحتاج تكون عندك دراية يعني بمدى دقة هذه الخريطة. نعم. يعني في كم تتحدث نسبة التوقع وغيرها من الأشياء. نعم. فربما يعني ربما البعض يستغل اللي هو يعني بث البشارات احنا نقول بالأمطار. نعم. قد يجذب المتابعين واهتمام المشاهدين. هذا يجيب لنا بشارات، هذا يجيب لنا توقعات ربما تصدق وربما تخيب. ولا ننسى ان هوس السوشيال ميديا وزيارة المتابعين واللايكات والريتوات يمكن يعزز هذا الامر. هذا مجال كبير صراحة، مجال كبير يعني لجذب المتابعين. لكن في فئة يعني تتابع بأمانة وصدق وتتابع باحترافية وتتابع يعني عن طريق خبرة سنوات طويلة. نعم. أيوة. فمثل أنت الضيفين اللي راح تستضيفهم هم عندهم إلمام كبير حقيقة في هذا المجال، وهم يعني لهم باع في 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 مجال اللي هو متابعة الحالات القوية وغيرها. في لدينا بعد اللي هو مجال البحوث، مجال بحوث الأرصاد القوية. احنا نعرف يعني السلطنة تتأثر بتغيرات كبيرة في المناخ وغيره. احيانا بعض الهواة يذهبوا الى تحليل هذه الحالات بعد ما تصير، يعني ما هي مسببات هذه الحالة، كم نسبة تكرارها. نعم. يعني الظروف والاستثنائية وغيرها من الأشياء يعني. فهذا ايضا تقع يعني ضمن خدمات الأرصاد، لكن هي بحوث تدعم يعني المعرفة للمجتمع وتدعم المعرفة للأرصاد القوية نفسها. قد يعني يفكر شخص من هذه الباحثين بفكرة أو بسبب أو بحاجة قد يعني لا تكون موجودة في مخيلة البعض يعني. نعم. فهو يطرح تساؤل أو يطرح رأي في الأخير. هي الآراء العلمية كثيرة ومتعددة. نعم. وجميعها تحتمل الصواب. نعم. فهذا أيضا جانب، وأنا أكثر مهتم بهذا الحقيقة. نعم. الجانب اللي هو جانب البحوث وجانب الأرشيف المناخي. لكن مريت ترى أنت حارث بمراحل يعني حتى وصلت إلى هذه المرحلة. أيوة. يعني اللي حددت فيها مسارك وخلنا نقول يعني نوعا ما تخصصك واهتمامك المباشر. هل تعرف مثلا حسابات أو أشخاص معينين تطورت هذه الهواية معهم وتحولت إلى بزنس، يعني تحول هذا بعدين إلى أغراض تجاري في السلطنة؟ يحبث. لا، في السلطنة ما حد تمكن يعني أنه يحول الهواية هذه إلى بزنس يعني كمثلا اللي هو تحديدا التنبؤات وغيرها. نعم. لكن في بعض الدول العربية خاصة جهة دول الشام فيه صار تطوير لبعض الشركات، وطبعا هذه الشركات على حسب علمي متواصلة مع هيئة الطيران المدني لديها، وفي تعاون ما يعني أخذ بعض الأعمال من هيئة الطيران المدني مثل إصدار اللي هي التنبؤات للطائرات وللشركات النفطية مثلا أو الشركات العامة اللي تحتاج إلى تنبؤات بشكل مستمر. هي مثل التعاون يعني صار بينهم. أنا لما أقصد لأغراض تجارية أو ربما إعلانية يعني هو اليوم يستثمر هذه خلنا نقول الجماهيرية بسبب يعني التنبؤات القوية، وبعدين يستخدم حساب الغرض التجاري يمكن إعلانات وكذا، ويعني حق مشروع ما أنه هذا، بس أنا أقصد إذا كان هو ذا الهدف الأساسي من البداية، ف
فيمكن شوية يعني المصداقية والدقة مرات تضيع بسبب الانقراف يعني خلف زيادة المتابعين. إنزين إذا كان يعني النقطة هي الإشكالية في أن بعض المتابعين مثلا حصل على عدد كبير من المتابعين ممكن أنه يتم التواصل معه من أجل تحديد اللي هي يعني طريقة طرح هذه التنبؤات. نعم يعني أنا ما أقول إشكالية، أنا فقط أريد أفهم المشهد لا والصورة، لأنه البعض عنده فضول يريد يعرف وش سر الاهتمام. تعرف أن الواحد يوم ما يكون مجاله يستغرب يقول تولى فلوس ولا شيء وبعدهم بيسجنوا وهذا وبعدهم مهتمين يعني هكذا لا. فأنا أقول يمكن في دوافع يعني تخلي الاهتمام أكبر، هذا قصدي من السؤال. المبالغ حقيقة المبالغ اللي صرفناها يعني في طوال فترة يعني مبالغ صراحة ثقيلة، وإحنا ما نحصل يعني أي مبالغ. لبعض الهواة يعني ما يحصل أي مبالغ ولا ينزل إعلانات إلا ما ندر ربما البعض مثلا في السنة مرة واحدة. نعم. بس بعض الحسابات هو محتواهن بالأساس يعني هو ليس خدمة أرصادية، لكن مثلا طرح اللي هي مثلا مقاطع الفيديو. حاليا أمطار غزيرة على ولاية العوابي. نعم. فمقطع فيديو الأمطار هو نعم. يعني شيء الجميع عنده مصادر وكذا مصادر في مجموعات في مراسلين موثوقين يعني، وطبعا أغلب الجهات في السلطنة تستفيد من هذه المعلومة يعني هي هم عبارة عن مراسلين. فهذا الشيء خلى جذب للمشاهدين لمتابعة آخر اللي هي الأحداث اللي تحدث في مجال مثلا مجال الحالات قوية يعني نزول أودية أو سحب أو عواصف رعدية. طيب جميلة، زين نجهز اتصال ناصر وسلمان يتداخلوا معنا، يمكن هذه بعض النقاط يعني مهمة بالنسبة لهم. حارث، هل تعتقد أنه مستوى الاهتمام وتوسع هذه الهواية يرقى إلى أن يصل ابن الحال إلى التفكير في وجود جمعية فريق معين كيان معين مثلا يضم هذه هؤلاء الهواة بشكل يعني منظم؟ حقيقة بادر الهواة سابقا يعني قبل عدة سنوات في محاولة لإنشاء جمعية خاصة لهواة الطقس. طبعا الموضوع وقف يعني ما أعرف الصراحة وين وصل بالضبط، لكن نتوقف وما صار بالإمكان. لكن أنا أشوف أنه جدا مناسب، حتى يعني اصلا هيئه الطيران المدني تقدر تخاطب من خلاله هواة الطقس. هذا اللي قصدته. نعم. ممكن يحتاج ممثل لهواة الطقس، ربما يحتاج استدعاء او حوارات تكون متكرره يعني حوارات دوريه ما بين هواة الطقس وما بين هيئه الطيران المدني لتوضيح مثلا النقاط التي لهم والتي عليهم. فجمعيه جدا مفيده لهواة الطقس، وانا اتمنى حقيقه انه يتم البت في هذا الموضوع يعني بشكل يعني قريب. ايوه، خاصه مع اصدار هذه القوانين التي يعني كيف هذا الهاوي راح يمارس هذه الهوايه، يصير عنده نوع من التقييد وعدم الرضا يعني بالوضع الحالي. ومثل ما عارفين حتى الناس ربما تبحث عن بعض التفاصيل في الحالات القوية، تبحث عن بعض التفاصيل لا تجدها، كانت تجدها من خلال هواة الطقس. نعم، لاحظت شيء الفترة الأخيرة حارث، أنه حتى بعض المهتمين من دول المنطقة من دول الخليج صاروا يركزوا على بعض القراءات اللي تخص السلطنة. يعني إيش تفسيرك يعني لهالموضوع؟ يعني فعلا صار شوية أكثر يعني جذبا حتى من خارج السلطنة، ليش القصة؟ يعني هو شيء واقع فعلا، بعض المتابعين أو بعض المحللين عذرا موجودين من دول الخليج ويتابع، وحتى من خارج دول الخليج يعني يتابعها، يعني في أمريكان نفس الشيء يتابع المنطقة ويضع توقعات أو يضع تصورات للحالات القوية. وهو مثل أنت ما ذكرت ربما أحيانا يكون بالأساس الشغف أن أنا أحلل حالة قوية، وأنا بنفسي في بعض الأحيان أحلل لأوروبا. في الأخير هي منطقة تابعة للكرة الأرضية يعني. نعم. ما عندنا مكان خارج الكرة الأرضية، وغلاف القوي متشابك، لكن واضح الاهتمام، واضح يعني استهداف، خلنا نقول حتى المتابعين العمانيين، الجمهور العماني من هذا، يعني هذا دليل أنه هذا المحتوى يلاقي رواج كبير. نعم. ربما هو أصلا هذا المحلل حس أنه عنده قبول لدى مثلا المجتمع،
فاستمر يعني بطرح هذه التوقعات بشكل دوري عليهم. في أحد المؤتمرات الصحفية لهيئة الطيران المدني واللي كانت الشبيبة حاضرة فيها، يعني ذكر بأنه في نية من الهيئة أنهم يتعاونوا مع هواة الطقس وأنه يكون هناك في عمل مشترك. يعني هل في أي نوع من المبادرات يعني طرح في الفترة السابقة لأي شكل من أشكال هذا التعاون؟ حقيقة أنا تواصلت بنفسي يعني مع عدد من المختصين في هذه الجهات، وتم يعني أنه في بيكون تعاون إن شاء الله. وإحنا طبعا هم هيئة الطيران المدني ليست ضد الهواة، لكن ضد الممارسات الخاطئة. الممارسات الخاطئة هي التي يعني مثل ما نقول سيئة عم، فتضر بسمعة الهواة الحقيقيين أو الهواة الذين يعني يطرحون المعلومة بدقة وبطريقة لا تضر المستمع أو تضر المتلقي، وبالعكس تقف مع الأرصاد قوية في توضيح المعلومة. نعم. كان هناك معلومة قد تأتي إلى طرح تفاصيلها. نعم، طبعا هناك عدد كبير من هواة الطقس اللي يتابعون الآن، وبعضهم يتابعون عبر تويتر، فتويتر يتيح لكم طبعا في خانة التعليقات أنكم تطرحوا يعني تعليقاتكم مشاركاتكم حتى أسئلتكم. نحن فاتحين على هذا الصفحة، فبإمكان البعض يعني أنه يطرح تساؤل أو مداخلته عبر هذه التعليقات، بالإضافة إلى أنه المجال مفتوح لمشاركتكم لنا عبر الاتصال على أرقام هواتفنا 24-90-24-29-00، أو اللي يسمعونا عبر السيارة ويريد يرسلوا بالواتساب على 947-999-75. الآن ينضم لنا عبر الهاتف ناصر بن محمد الريامي، إداري في حساب الخيمة العمانية. أهلا وسهلا بك ناصر. حياك الله أخبرنا سلمان الفارسي معك. سلمان الفارسي، يا مرحبا وسهلا فيك سلمان. يا مرحبا، عندنا مرحبا على الأخ حارث. حياك حياك الله. عندنا على الخط الثاني ناصر، أتوقع ناصر تسمعني؟ ايوه اسمعك اخي عبد الله. يا مرحبا وسهلا، حنقلنا يعني نلتم كذا كنا مع بعض بدل ما ندخل كل مره اتصال، مو رايكم زين كذاك؟ زين ممتاز. يا مرحبا وسهلا فيك ناصر وسلمان. نبدا مع ناصر. ناصر، كيف تابعتم هذا التنبيه الذي يبدو انه هذه المره جاء بلغه حاده نوعا ما؟ اولا شكرا اخي عبد الله على الاستضافه وتسليط الضوء على هذا الموضوع عبر اذاعه الشبيبه. مثل ما تعرف أخي عبد الله، كثير من هواة الطقس في السلطنة مهتمين بمتابعة مستجدات الطقس سواء على السلطنة وكذلك على الدول الخليج. وبما أن السلطنة يعني معرضة للحالات الجوية، سواء هذه حالات مدارية، منخفض جوي، شتوي، أعاصير، تكونات محلية، أجواء متغيرة، غبار، عواصف، فالكثير منا يستهوي كتابة توقعات الطقس. ولكن يعني مثل ما قرأنا أمس في البيان أن هناك في عقوبات ومن يكتب توقعات أو يحذر، فالبعض يعني بصراحة يعني خلاص يعني قال إنه راح يعتزل وما بيكتب في التوقعات. وكذلك نحن مثل ما تعرف أخي عبد الله حسابات الخيمة موجودة سواء في تويتر في الانستغرام، قبيل الحالة ننشر كذا مثل مؤشرات وهمسات تفاؤلية بأنه في احتمالية أن السلطنة تتأثر بحالة جوية، وهي تكون قبل ذكر بيان الأرصاد. وطبعا مع اقتراب الحالة ننشر بيان الأرصاد الجوية عبر مختلف شبكات التواصل واللي فيها حساب الخيمة العمانية. نعم. عندنا على الخط الثاني سلمان، الهيئة ذكرت عدة أسباب، قالت أنه هذه الممارسات تربك الجهات الرسمية والأفراد وتسبب في انتشار الشائعات والتهويل وبث بيانات بخلاف الحقيقة، ويعني مزعجة يعني بالنسبة لهم. يعني هل تعتقد أنه اتساع هواة الطقس وعدادهم فعلا سبب هذه المشكلات والتحديات؟ نعم أخي عبد الله، لأن هواية الطقس هي مراقبة الأحوال الجوية والتنبؤات بحالات الطقس لفترة معينة، لفترة بسيطة. في السنوات الأخيرة وفي الفترة الأخيرة ظهرت حسابات في منصات تويتر تتسابق للترويج على الإشاعات. فالبيان يقول لك الحسنات تخص والسيئات تعم، فالبيان عم الجميع بمعنى صح. وأنا مع البيان من ناحية التنظيم،
والحد من مروجي الإشاعات، لأن هذه الإشاعات أخوي عبد الله تأثر سلبا على اقتصاد البلد، على مجريات كثيرة في البلد. يمكن بعض الهواء أو بعض من دخل هذا المجال حديثا غير مطلع على هذا الجانب. كذلك البعض مركز على الأخ حارث يعرف، الأخ ناصر يعرف، مركزين على خرائط رقعة الأمطار أو على خرائط الأمطار. نعم. خرائط الأمطار بإمكان تتغير كل 6 ساعات. مع الأسف البعض يأخذه كخبر سريع أو خبر حصري. نعم. وتتفاجأ أن بعد 24 ساعة أو بعد 6 ساعات هذه الأخبار أساسا ما لها أي صحة. نعم. نعم. فأنا مع القرار، لكن القرار يحتاج توضيح. ومثل ما ذكر الأخ حارث العام الماضي قبل شاهين لما ظهر نفس التنبيه توقفني وتواصلت بنفسي مع أحد الأخوة بالأرصاد، فقلنا لهم نريد الطريقة اللي ممكن حنا نتبعها، هي الطريقة الصحيحة، هي ممكن حصول على ترخيص أو ما هي الحدود. يعني اليوم حنا مطلعين على المرسوم السلطاني 76 على 2019، لكن اللائحة ما موضحة يعني لتطبيق الحظر ممارسة أنشطة الأرصاد. نعم. ناصر تتفق مع ما ذكر حارث وما ذكر سلمان أنه التنظيم ضروري، ولكن التفاصيل اللي تجي في هذا التنظيم هي الأهم بالنسبة لكم؟ نوعا ما هو البيان يعني ما ذكر هذا الموضوع، يعني هو من يشمل هذا الموضوع؟ هو بشكل عام واضح أنه للجميع، يعني اللي يكتب التوقعات والتحذيرات، فلو يعني يتم على الأقل يعني يستثنى بعض الأشخاص اللي هم لهم باع طويل في مجال الطقس، يعني ولهم كتابات وتغريدات، فلهم الحق في كتابة هذه التوقعات. مع يعني ضرورة أن الشخص هذا لا يحذر ولا ينشر توقعات فيها نوع من التهويل والتحذير والتخويف، فهذا يعني فعلا مؤثر مثل ما قال أخوي سلمان أنه كتابة هذه التوقعات ممكن يؤثر على اقتصاد البلد، تهويل وتخويف الناس، تكثر هذه الاستفسارات، سواء يعني يكون ضغط على الأرصاد الجوية أو من يعمل هناك. يعني نعم، خلنا أذكر فقط لو بقاطعك ناصر سامحني، خلني فقط أذكر المستمعين والمتابعين بالمواد القانونية اللي أشار إليها التنبيه. التنبيه أشار إلى المادة رقم 30 من الفصل السادس في قانون الطيران المدني، أنه يحظر ممارسة أنشطة الطيران المدني وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد إلا بموافقة السلطة المختصة. وأشار إلى المادة 63 في فصل العقوبات، أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة 30 بالسجن مدة لا تقل عن 1 سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 15,000 ريال عماني ولا تزيد عن 50,000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعني يبدو ناصر أنه حتى العقوبات مغلظة، يعني يمكن تم إسقاطها بشكل عام على كل من يخالف سواء أنشطة الطيران المدني، وهذا يعني نعرف أنه تجاوز كبير، أنك تمارس نشاط الطيران في أجواء السلطنة بدون ترخيص وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد. ولكن مقدمة التنبيه كانت واضحة أن تستهدف أو يستهدف هذا التنبيه هم من يقومون بنشر التنبؤات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ينطبق طبعا بطبيعة الحال على كثير من هواة الطقس. كيف يعني تفسر ربط هذه المواد القانونية بغرض التنبيه نفسه؟ نعم أخوي عبد الله، هو اللي يذكر هذا كتاب التوقعات التحذيرية، وهذا فيها فعلا من الخطورة، فعشان كذا حتى البيان واضح أنه اللي يكتب توقعات وتحذيرات فيها عقوبة. ولكن هي المشكلة الحالية يعني هواة الطقس اللي عندهم باع في هذا المجال، يعني وهذه هواية، يعني مثل ما تشوف هذه هواية موجودة في كل دول العالم، الناس تحب تقرأ خرائط الطقس، والمواقع والبرامج هذه متوفرة بالمجان، ممكن أنك تقرأ النموذج الألماني الأوروبي الأمريكي، مختلف النماذج المتوفرة، سواء تقرأ خرائط توقعات الأمطار وكذلك عوامل اللي توضح تشكل الحالة الجوية أو تبعاتها الرطوبة والحرارة وإلى آخره. فهي المشكلة حاليا يعني لا يوجد أي استثناء، وسبق يمكن بعض الشباب طلبوا بعض الاستثناء أو ترخيص لكتابة التوقعات عبر شبكات التواصل،
ولكن لا يوجد أي رد. كذلك يعني نتمنى يعني الفترة القادمة توفير الرادارات، هذه الرادارات اللي هي بغرض الرصد توقعات الأمطار، ما هي توقعات، قصدي يعني الرصد بشكل مباشر يعني. فتعرف قوة الأمطار ووزارتها، ممكن هذا حتى اللي هم هواة الطقس يكتبوا عن طريق هذا الرادارات يعني محافظة فلانية، منطقة، ولاية فلانية في أمطار غزيرة، فيفضل أنه يكون في أخذ الحيطة والحذر. نعم. لحد الحين هذه الرادارات غير متوفرة، سابقا نعم كانت متوفرة هذه الفترة، ورغم كثرة الحالات الجوية إلا أنه الرادار هذا لا يشمل معظم محافظات السلطنة عدا أقصى شمال غرب السلطنة. نعم. فنتمنى الفترة القادمة على الأقل يكون في دورات تدريبية لهواة الطقس على فترات، يعني اللي هم محبين في قراءة الخرائط وكذلك في التوثيق والأرشفة، مثل أخ حارث ما شاء الله عليه يعني مهتم في التوثيق والأرشفة. أنا عن نفسي أتمنى له يكون في إن شاء الله في الأرصاد الجوية في هذا المجال بإذن الله. نعم. سلمان الآن كهاوي يعني لهذا المجال، بعد هذا البيان يعني كتبت شيء ولا ولا حذر؟ لا، بالنسبة للسلطنة احنا حذرين، لكن هو بيني وبينك التنبيه واضح لأنك ما تذكر التنبؤات أو التحذيرات، هي سالفة التحذيرات. نعم. اليوم أخوي عبد الله يفترض أن يكون موجود شراكة حقيقية بين هواة الطقس والأرصاد. فكرة وجود الجمعية أو جمعية العمانية لهواة الطقس أسوة بجمعية هواة اللاسلكي، وتكون فنيا تحت مظلة الأرصاد مباشرة. نعم. ولا أعتقد أن يوجد مانع من الوزارة المختصة اللي هي وزارة التنمية الاجتماعية في وجود مثل هذه الجمعيات، بالعكس. نعم. الجمعية راح تضم الفئة كاملة، من متنبيين، من مطاردي عاصير، من جامعي بيانات. فراح تكون عندك أنت أساسا قاعدة بيانات تحت مظلة الأرصاد. نعم. اليوم من فائدة هواة الطغف، أنا بحكمي في جنوب الشرقية قمصيرة، أغلبية 90% أو 95% من أصحاب السفن الصيد الساحلي والحرفي وأصحاب القوارب يتواصلوا معي مباشرة. فمن الحسنات لهواة الطقس أنهم ينبهوا الناس أنهم تابعوا في حالة موجودة أو في حاجة موجودة، تابعوا الجهة المختصة. نعم. سلمان، خلنا شوية نفكر بعقل هيئة الطيران المدني. يعني إيش هي التجاوزات مثلاً، وإيش هي بعض التصرفات والسلوكيات يمكن من هواة الطقس اللي سببت مخاطر؟ هل مر عليكم بعض المواقف اللي فعلاً سببت حالة ارتباك وسببت كذلك ربما ضرر يعني على الجهود الحكومية المبذولة في هذا الجانب؟ دعت هيئة الطيران المدني في إنها تنبهكم مرة ومرتين، وآخرها هذا التنبيه اللي كان شديد اللهجة شوية. بالنسبة أخوي عبد الله، بالنسبة إذا تكلم عن هواة الطقس حقيقيين كهواة، يعني ترى الحين ما حد يقدر يصنف من حقيقة غيره في عدم وجود مظلة. صحيح كلامك، لكن في أشخاص ظهروا حديثا مع تضخم الحالات الجوية تحصلوا موجودين، اختفت الحالات الجوية أساسا ما موجود في مجال الطقس. لكن لما لو نرجع للخلف، نخبة الخيمة العمانية اليوم موجودين كلهم في منصات التواصل الاجتماعي، تويتر، واتساب. فأشخاص يحملوا من الخبرة من 10 سنوات، من 8 سنوات، 6 سنوات، يعني موجود لديها الخبرة الكافية. ما صار ولا موقف يعني متناقض أو يخالف توجهات الطيران المدني أو يخالف الأرصاد، بالعكس. لحنا جالسين اليوم الرصدة في منصات التواصل الواتساب من الأشخاص ما عندهم خلفية أساس، ما عنده خلفية كيف تتكون السحب. تركيزهم فقط أنه موجود اليوم. أخوي عبد الله، حنا في عالم متسارع. صحيح. اليوم جميع البيانات متاحة، أنت ويش تريد؟ جميع البيانات متاحة. فالجماعة اللي جالسين يركزوا فقط على خرائط الأمطار، يتم طرح خرائط الأمطار، يتم إضافة أي مؤثر اللي هي خرائط الأمطار. والناس اليوم طبيعة المجتمع لما بتقول له في حالة جاية خلاص يحب ذي الكلمة يسمعني، لكن لما نتواصلوا معنا ونقول لهم لا ما في الأمور طيبة، لا، تحصل في بعض الأشخاص متكدرين من الموقف، ليش أنت ما تقول لي في حالة موجودة؟ فحنا نحاول قدر المستطاع من بعد يعني من بعد شاهين متحفظ كثير، يعني ما قبل التنبيه اللي جاي في شاهين حنكني يعني كاني باع أطول، ما بعد التنبيه لا خفيني المتابعة بشكل
أو بآخر، لكن هي هواية، يعني الهواية تمشي في دمك. أن أخوي عبد الله في بعض الحالات يمكن على 3 أيام 4 أيام ما نام، نعم. على أساس تحليل ومتابعة خاصة. أنا أتابع لك الحالات في بحر العرب، هوايتي حالات بحر العرب بحكم أني موجود في بحر العرب. كان سؤالك للأخ حارث هل في فائدة أو في دخل؟ لا ما في دخل، حنا جالسين اليوم نصرف على مواقع تستوجب الدفع نعم. لتحصل على المعلومة الصحيحة. نعم. ما في مخالفة من هواة الطقس الحقيقيين، بالعكس ما في مخالفة نعم. وفي تعاون بين هواة الطقس اليوم في بعض المشاركات. أنا عارف أشخاص في بعض المشاركات ما يطرح مشاركته حتى يتشاور عند فلان وفلان وفلان. هل هذه المعلومة صحيحة؟ هل راح تأثر علينا؟ هل راح فيه سلبية للجهة الاختصاص؟ نعم. خلينا ناخذ بعض المشاركات سلمان اللي وصلتنا الآن من بعض هواة الطقس وبعض المهتمين والمتابعين. محمد يقول الحين كل شخص يقدر يفتح الأقمار الاصطناعية ويشوف السحب والرياح والحرارة ويقدر ينذر ويحذر نفسه قبل الأرصاد، وبإذن الله على نهاية هذا العام نشوف بوادر الجمعية، لأن هناك من يسعى لذلك. هذه مداخلة أخرى. يقول أنا عن نفسي أتابع هواة الطقس لأن التنبيهات تكون بشكل أسرع. حارث مداخلة على ما ذكر ناصر وما ذكر سلمان، هل فعلا يوجد إن صح التعبير بعض المتطفلين يعني على هذه الهواية، وهم يسببوا بعض الإشكالات أحيانا من خلال نشرهم معلومات غير دقيقة، نشرهم معلومات بغرض السبق دون التأكد من دقتها؟ نتفق مع كلام الأخوة ناصر وسلمان. في ناس كانوا قديمين في متابعة الأرصاد الجوية وعندهم باع وعندهم خبرة الكافية. مشكلة أن ظهور هو السوشيال ميديا اللي هو حب الظهور أو حب الشهرة ما كان في السابق موجود، لكن بما أن أحيانا التنبؤات العددية سهلة، متابعة خرائط الأمطار مثل ما ذكر الأخ سلمان، متابعة توقعات الأمطار التراكمية بعد أسبوعين بلقي حالة قوية، نزل الآن في توقعات في حالة قوية، والناس تتهافت إلى هذا الشخص وكيف أعطينا تفاصيل وما أعرف إيش، وهذا سبق إن أنت خبرتنا في حالة قوية قبل أسبوعين. نعم. مجرد 6 ساعات تحدث النموذج لغاها الحالة القوية. وين راحت الدقة؟ وين راحت البشارة اللي قلتها؟ فهذولا موجودين فعلا، لكن هم يعني لا يصنفوا كطارحين للمعلومة الصحيحة. هذول هم مروجي الإشاعات، يعني هؤلاء يعني لا ينتمون إلى الأرصاد، إلى هواة الطقس الحقيقيين. إحنا لما نقول هواة الطقس الحقيقيين هم اللي يتابعوا ليل نهار، يدفعوا من جيبهم، يعني بحث على المعلومة الصحيحة لأجلهم هم، يعني ملء الشغف هذا التابع لهم، وكذلك يعني الإسهام في خدمة المجتمع، يعني من حيث توضيح المعلومات أو طرح البيانات وغيرها من الأشياء. نعم. أنا أريد أتداخل مع ناصر يعني نقطة مهمة. ناصر ما شاء الله على الإنستغرام عندهم 1,000,000، صحيح. على تويتر عندكم 500,000، يعني هل يأخذ هذا الموضوع تاجر؟ نعم داخل في التجارة يمكن. بسألك صبر شوية ما عليك أنت. هل الموضوع ياخذ عندكم شويه شكل تجاري، بالتالي يعني ياخذ ابعاد اخرى؟ يعني نعرف انه هذا الرقم صعب، يعني خاصه في عمان حسابات يمكن قليله ونادره جدا يمكن اللي تحصل او توصل الى 1,000,000. فعلا اخي عبد الله، هو وصلنا الحين عدد 1,000,000 متابع. طبعا لو رجعنا نحن السنوات البداية، يعني فبدينا تقريبا على حدود 2012-2013، ما كان في أي إعلانات. مع مرور السنوات تقريبا حدود 2016 مع زيادة عدد المتابعين، ومثل ما تشوف حسابنا وحساب الخيمة العمانية ما اختصاصها فقط في الطقس، يعني حتى للسياحة وكذلك المناظر الطبيعية في عمان، خريف صلالة وكذا. طبعا البعض بحكم انه عندنا متابعين كثر هنا في عمان واغلبهم محليين فيعلن معنا، وما اعتبره يعني نحن يعني بحكم انه نهتم بمجال الطقس انه خصصناه عشان الاعلانات او فائده تجاريه وما شابه ذلك. نعم. هو مثل المدخول يعني يشجعك اكثر تعطي في هذا المجال. لكن من زاوية أخرى، وهذا كنت أكلم حارث عن هذا الموضوع، ولكن أنتم بما أنه يعني لكم شوية في هذا المجال، طبعا أنت يوم تتابع حسابات هواة الطقس حتى على الحسابات الشخصية
تلاحظ الاهتمام، يعني أرقام المتابعين فيها دائما مرتفعة، حارث منهم ما شاء الله يعني اللهم لا حسد. هل تعتقد أنه هذا واحد من الأسباب اللي مرات يمكن يكون مطمع أن الواحد يدخل هذا المجال بغرض تحقيق الشهرة وتحقيق متابعات كثيرة يستخدمها لاحقا لأغراض ثانية، ويقول والله هذا قدامي الخيمة العمانية ما شاء الله بصير مثلهم بعدين أضرب مليون؟ هم البعض فعلا يعني يشوف كذا عدد متابعين كثر، يعني اللي مهتمين سواء في الطقس أو حتى حسابات عبر إنستغرام يعني مهتمين بالطقس والسياحة وكذا، يقول أنا بدخل هذه الفكرة وإن أمسك الحساب وأطوره، ولكن ترى مع مرور الفترات يبدأ يعني خلاص ما بيتحمل هذاك اللي هو الاستمرارية. ترى هذا اللي يحب هذا المجال راح يستمر، شغفه يدفعه، يعني الشغف هو اللي نعم والله الشغف حب هذا المجال راح يخليه يقدم أكثر وأكثر. قاطعك الأخ ناصر، خصوص أن الشخص اللي إذا كان ما عنده الشغف ما عنده، يعني إذا كان هدفه فقط الشهرة هذا يتوقف عند إذا كان بغى يدخل في هواية الطقس الحقيقية. أنت بتتابع بتفهم أول شيء الجانب العلمي للطقس، مو هي الضغوطات الجوية، طبقات الجو العليا بمختلف أنواعها، مسبباتها، الغلاف الجوي بكافة عوامله، التشكلات والعمليات الحرارية وغير الحرارية، يعني أشياء تخلي الرأس يتصدع. فهاو الطقس الحقيقي طبعا بيبحث عن معلومة في الأخير، هو يريد يستفيد. لكن الشخص اللي يبحث عن الشهرة فقط يكتفي بخرائط الأمطار التراكمية، أسهل طريق للشهرة طرح التوقعات، الأشياء المبسترة الجاهزة يعني. هي لكن لما يتم سأله يعني سؤاله عن مو مسببات مثلا هذه الحالة أو شيء تلقاه يتغلق، لأنه بالأساس ما عنده الخلفية الكاملة. نعم. فما بيستمر، يعني ما بيستمر إلا إذا طبعا حصل قبول عند المجتمع. نعم. حتى من باب اللي هي متابعة خريطة واحدة من أنواع الخرائط. نعم. ناصر، اتخذتوا أي إجراء أنتوا كمنصة بعد هذا التنبيه؟ والله بما أنه البيان واضح يعني أنه لا ممنوع كتاب التوقعات وفيها مثل هذه العقوبات، فصراحة ما رح نكتب توقعات وحتى همسات أو مؤشرات إنه في حالة جوية، رح خلاص يعني ننشر فقط اللي هي التغريدات تبع الأرصاد الجوية. لأنه ما نريد عد بما أنه وصلنا المليون متابع وكذا، ما نريد نضيع جهد هذا اللي هي طول سنوات الماضية على يمكن خطأ بسيط، فبناخذ حذرنا من هذا الجانب. نعم. سلمان، هل هناك أي مبادرات بين هواة الطقس أنفسهم في أنهم يعني يجدوا مخرج يعني من هذا التنبيه، سواء بالجلوس مع الأخوة في هيئة الطيران المدني، بمحاولة يعني أنهم هكذا كم شخص من المهتمين يمثلوا الآخرين؟ وهذا طبعا اللي كنا نقول أنه في ظل عدم وجود جمعية يمكن يكون هذا الجهد شوي صعب، لكنه الوضع يبدو للهواة صعب. يعني الحين نتكلم عن الخيمة قالوا بيتوقفوا، أتوقع أنت نفس الشيء بتتوقف لأن العقوبات صعبة، يعني ما تقدر ترمي نفسك يعني في هذا. فإيش هو الحراك بينكم؟ والله نتمنى يكون في حراك. بالنسبة للمتابعة، إحنا مستمرين في متابعة الصور الأغمال الصناعية، أعتقد ما فيه إشكالية. راح يتم متابعة كذلك تصوير الفيديوهات تأثيرات الأمطار، صور. أنت تعرف أخوي عبد الله اليوم معني إحنا مطاردين عواصف، لكن الميزة الحلوة في السلطة إنه موجود معني مطاردات عواصف، يعني حتى الجانب النسائي مهتم بجانب الطقس، كثير أخوات مطاردات عواصف. نعم. أتمنى إن شاء الله في القريب العاجل حد من الأخوان يتواصل مع الأخوة في الأرصاد، وأعتقد الأخوة في الأرصاد متفاهمين، وإن شاء الله في تعاون بيكون مشترك بين هواة الطقس والأرصاد، وكنا نكمل بعض وبما يخدم المصلحة العامة طبعا. نعم نعم. وما أعتقد أن بيكون في خلاف كبير بين الأخوة في الأرصاد وبين هواة الطقس، بالعكس أنا أشوف التنبيه جه في وقته. وإن شاء الله يتم تنظيم القطاع بشكل أو تنظيم دور الهواء بشكل أفضل. نعم. بالنسبة للعقوبات، أن المادة باكر ثلاث أشياء، هي الطيران، الملاحة، والأرصاد. صحيح.
فالعقوبة صحيح كبيرة. فنتمنى أن اللائحة أنا ما أدري هل اللائحة طرحت أو بعد ما طرحت رغم أن المرسوم من 2019، لكن حاولت تبحث عن اللائحة ما وجدت فيه. فاللائحة التنفيذية هي اللي راح توضح تفصل الطيران، تفصل الملاحة الجوية، تفصل الأرصاد. نعم. فاليوم حنا عندنا نقطتين اللي هي نقطة التنبؤات ونقطة تنبيه التحذيرات. نعم. فيما يخص السلطنة. فحنا رايحين نختفي بالبر الهندي مثل ما يقال. نعم. هو شغف هوايا أخوي عبد الله، من الصعب جدا أنك يعني أنت اليوم كمذيع أجيك وأقول لك يا عبد الله خلاص اليوم ما تخرج في الإذاعة بتاتا، يعني حتى لو تجلس في البيت إيش بقول لك يعني كيف بعبر لك، يعني لازم تتكلم، لازم تعبر، فهي هواية. وحتى يعني ما بواضح أنت ويش ممنوع عليك اليوم. هل صعب دائما الواحد يعني يكبح جموح شغفه يعني. أيوة. فنتمنى حل اليوم. أيوة ونتمنى حل اليوم. أقول لك يا صراحة يعني حل نتابع صور الأقمار الصناعية ما حدث الفترة الماضية من فيضانات مثلا. لو كان منظومة الرادارات شغالة، لأن هي ذات أهمية بمعرفة طبيعة الأمطار، طبيعة السحب لما تحركها، بخلاف صور الأقمار الصناعية ممكن أن تتنبه أن في أمطار قوية فيضانية، أمطار خفيفة بالرادارات. نعم. فاليوم كذلك بالنسبة للتنبيهات لتصدر اليوم إيش صار؟ اليوم أنا من مصيرة حارس أعتقد من السيد، الشخص الثاني من المكان الفلاني، ناصر أعتقد بوشر، فكل شخص مهتم بمنطقته. نعم صحيح. لكن سلمان مرات الهاجس يقول لك إذا الأرصاد تقول شيء وسلمان يقول شيء غير، وأنت الحين تقول وحدهم هناك الصيادين وغيره وهل يأخذوا من عندك أنت. فهنا يقول لك أنت تسببت في مشكلة يعني ما بين القراءات الرسمية وما بين اجتهاداتك. أقول لك حاجة أخوي عبد الله، فضل. من بديت هذه الهواية إلى اليوم، حتى الأخوان اللي موجودين معك، الأخ حابث، الأخ ناصر، الأخوان كثير، عمرني ما جيني أو ما حدث خلاف بيني وبين الأرصاد في التنبؤات. يعني أنا أتكلم عن نفسي، ما صارت أنه صار توجه الأرصاد وهي الجهة الرسمية والجهة الفنية الحقيقية وما نطرحه حنا كهواة أنه يكون في اختلاف بما نسبته 30%. نعم. لا بالعكس، يمكن نحصل 10% 5% اختلاف، لكن باقي الأمور احنا ماشيين في نفس. نعم. بصراحة من خلال متابعتنا أنتوا أنفسكم ترى ترش يعني أحيانا تعيدوا نشر ما تنشر الأرصاد الجوية، يعني ما أنه في ما فريقين يعني جالسين. لا لا مش فريقين بالعكس. اليوم أنا ذكرتي السلبية الإيجابية للهواء. اليوم نبهوا الناس أنكم تابعوا الأرصاد. نعم. يعني أنت تخيل المجتمع اليوم، يعني المجتمع دائما بشغف ينتظر الخبر من الأرصاد. نعم. لكن الأرصاد وفق أنظمة معينة أو وفق أسس معينة، بعد 48 ساعة راح نطرح كذا بالتنبيه لمدة 48 ساعة، التنبيه لمدة 24 ساعة، بينما أنا كهاوي بإمكاني نزل ثلاث ساعات. نعم نعم. فحنا مكملين لبعض، وبالعكس أنا أقول لك ياها كمجتمع متعايشين، المجتمع لفته يعني لو يطرحوا ما يطرحوا الهواء، لكن المعلومة الحقيقية اللي يعتمد عليها المجتمع العماني يعتمد على معلومة الصادرة من الأرصاد. ما في شك. نعم. قضي مني هذه كلام 100% يعني. والأرصاد عندها ترى بعد قنواتها وحساباتها ومنصاتها، وما شاء الله منتشرة انتشار واسع. منتشرة بس. نعم. يفترض أن هي خاصة في الحالات الجوية أن يكون في تفصيل أكثر. في تفصيل أكثر. أنا لما ذكرت لك أن كل شخص من ولاية أو كل شخص من مكان، تحصل أصحاب المكان نفسهم خلاص مهتمين، أنا مهتم بمصيره خلاص. صحيح. تركيزي على مصيره. صحيح. الثاني كذلك، الثالث كذلك، ويريد بيانات محددة عنها يعني أحيانا. أيوة. بينما الأرصاد أنا أعطتني محافظة الجنوب الشرقية، وين محافظة الجنوب الشرقية؟ مسقط. وين مسقط؟ فما في ما في تحديد. بالعكس أنا الوضع الحالي نشوف حنا كهواة مكملين أو ذراع للأرصاد. نعم. شكرا جزيلا لك سلمان، بارك الله فيك، يعطيك العافية على مداخلتك هذه. شكرا، جزاك الله خير. سلمان محمد الفارسي هاوي طقس يعني كان معنا وتحدث عن بعض الجوانب، وناصر لازال يعني معنا ونحن نتحدث عن هذا. يمكن الفترة هذه اللي صار فيها الأمطار بشكل متكرر الفترة الأخيرة، وحن عندنا متابعات يومية مع الأرصاد الجوية، كنت أنا أقول للزملاء أن أريد أحول يعني أكون هاو الطقس يعني خلاص شفت الموضوع بدأ يعجبني يعني
لكن الحمد لله أنه ما توقفت. يقول سلمان أنه في حتى مطاردات يعني أمطار يعني وصل هذا الاهتمام حتى للعنصر النسائي حارث؟ في مطاردات الأمطار في مجموعات خاصة في الواتساب للمهتمات من العنصر النسائي. هي والعنصر النسائي بمجال أمطار أو متابعة يعني مستجدات الغلاف القوي وغيرها. فهذا موجود مثل ما هو موجود يعني في الدول الأخرى. في الأخير يعني البشر عندهم اهتمامات مختلفة صحيح. سواء كانوا يعني ذكور أو إناث في الأخير هي هواية وهي يعني مثل حاجة تلمنا. فالمطاردات موجودات وتم استضافتها أيضا في وسائل الإعلام يعني سبق أن تم استضافة بعض المطاردات متحدثا عن قصة مطاردة أو هواية في هذا المجال. نعم بطبيعة الحال معناته حتى في بعض يمكن الحسابات المهتمة يعني بنشر يعني تنبؤات وغيرها أو بعض الجوانب من العنصر النسائي نفس الشيء في موجودين في حسابات يعني. وهذا يعطيك يعني مؤشر آخر إنه فعلا هواية مثل هذه تستحق الاهتمام في تأطيرها وتنظيمها ووضعها تحت جمعية معينة والتعامل معها يعني بطريقة نتجنب إقصائها خلنا نقول أو قطعها. يعني ترى أنا يعني ما زال عندي التساؤل يعني في التغريدة اللي هو يتعلق بمجال التحذيرات والتنبيهات والتنبؤات، لكن في المادة القانونية أتى على موضوع خدمات الأعصاب بشكل عام يعني جميع خدمات الأرصاد. فما هي هذه الخدمات الأرصادية الممنوعة في المادة؟ هل مثلا متابعة مجرد متابعة صور الأقمار؟ هل متابعة كم درجات الحرارة الآن أو كم الرطوبة أو كم الضغط؟ فهذه نعم. هذه ليست لها علاقة أيضا بالتنبؤات. فهل هذه محظورة؟ هل هذه ممنوعة؟ كذلك مثلا تحليل الغلاف الجوي دون التطرق إلى التنبؤات العددية. كذلك مثلا البحث والتقصي في الحالات الجوية السابقة كذلك، هذه يعني ما نعرف هل هي شاملة. فنريد يعني نريد تفصيل من هيئة الطيران المدني اللي هي المحظورات أو الممنوعات، يعني هل هي فقط التنبؤات العددية والتحذيرات أم تشمل جميع يعني ما يتعلق بالأرصاد القوية سواء كان في الوضع الحالي أو الوضع السابق أو التنبؤات العددية اللي هي الوضع المستقبلي. نعم ناصر تسمعني؟ اسمعك نعم. عبد الله ناصر، كونكم من الحسابات الرائدة في هذا المجال، ما هو الحراك الممكن انه حد يبادر فعلا وسواء مع هيئة الطيران المدني او اي حراك اخر ينظم هذه العملية بطريقة ما يقطعها؟ لانه اذا خذينا على التنبيه الحالي يعني والعقوبات الموجودة في المواد المشار اليها ومقدمة التنبيه من الطيران المدني، يعني هذا كأنه إنهاء هذه الهواية بشكل يعني بشكل الحالي خلنا نقول. ويمكن كثير من الأشخاص المهتمين واللي قطعوا مشوار طويل في كسب كثير من المعارف في هذا المجال يمكن حتى يعني يبتعدوا عنه ويتوقفوا. بالضبط، هو إن شاء الله بيكون لنا محاولات إن شاء الله بالتواصل مع هيئة الطيران المدني أو المختصين الموجودين في هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية أنه يكون في استثناء للحسابات اللي هي الكبيرة أو الأشخاص المهتمين في هواية الطقس. لأن على سبيل المثال أخي عبد الله يعني كثير توصلنا استفسارات، البعض يقطع مسافة مثلا من شمال السلطنة إلى جنوبها يعني يروح لخريف صلالة، ولكن يسأل عن أحوال الطرق، هل في احتمالية مثلا أنه يشاهد العواصف الرعدية في الطريق وكذا. فنبههم أنه مثلا في أيام فعلا في توقعات أنه ممكن تتشكل خلايا على الصحاري الربع الخالي. فنعطي تنبيه أنه يأخذوا الحيطة والحذر أو نحدد لهم الفترة اللي هي الأفضل في التحرك، يعني ممكن يعني خاصة عن الفترة المسائية تكثر العواصف الرعدية وبعض الفترات تكون الأجواء نوعا ما هادئة، وكثير أمثلة على ذلك يعني على المناطق الجبلية والأودية. يعني نعطيهم نوع من التنبيه، فما بالك يعني كحساب مؤثر مثل حساب الخيمة أنه يتوقف مع كتابة مستجدات أو حتى الرد على أسئلة اللي هم يريدوا يعرفوا عن مستجدات الطقس. هل سبق وتلقيتوا إنذار لفت نظر تنبيه من هيئة الطيران المدني بشكل مباشر كمنصة مؤثرة؟ لا والله، ولكن حسب ما أذكر زمان كان إذا كان يذكر يمكن حارة السيف إنه اقتنينا أجهزة تبع
أحد حسابات اللي هي موجودة في الوطن العربي هي أجهزة لقياس الأمطار وكذا، فلك تتخيل حتى هذه الأجهزة تم ذكر بيان أنه يمنع اقتناء هذا إلا بترخيص عن طريق الهيئة الطيران المدني، وهذه أجهزة فقط للرصد الآني والحالي اللي هي تقيس درجات الحرارة وكمية الأمطار والضغط الجوي وما شابه ذلك. ولكن كتنبيه من الهيئة الطيران المدني بشكل مباشر لحساباتنا، لا والله. نعم، يعني بصراحة كل هذه المعطيات تعطينا نتيجة واحدة، أنه هذه الهواية يجب أن تكون تحت مظلة، تحت جمعية معينة تلملم كل هذه الجهود المبعثرة حاليا، وفعلا تخلينا نتحول من نطاق يعني مواجهة هذا الاهتمام إلى استثماره، وأوجه للاستثمار والاستفادة قد تكون متعددة، يعني إذا كان هناك تعاون وتكامل بين اليوم هواة الطقس أنفسهم، وأنا أتكلم الروس الكبار يعني من هواة الطقس، هل تعتقد أنهم يعني متفاهمين بما يكفي في أنهم هم يبادر؟ نعرف هذه الجمعيات عادة يتم يعني عمل مجموعة من 10 أشخاص وهم يبدوا يتحركوا يعني وهكذا في إنشائها وتأسيسها، هل هواة الطقس يعني على وفاق بما يكفي في أنهم يقوموا بهكذا مبادرة؟ والله نتمنى إن شاء الله، أنا أتوقع الهواة الطقس قادرين أنهم يقدموا على الأقل هذا الطلب، أنه يكون في جمعية مختصة لهواة الطقس أسوة بجمعيات اللاسلكي أو هواة العودة وما شابه ذلك، هناك جمعيات كثيرة وجمعيات التصوير الضوئي. نعم. على الأقل يكون بشكل مبسط نبدأ بهيئة هواة الطقس، يعني جمعية هواة الطقس. نعم. مهتمين في قراءة الخرائط، التغطية والأرشفة والتوثيق، أتوقع رح يكون له فوائد كثيرة كثيرة من ناحية التوثيقية والأرشيفية على مدار سنوات القادمة يعني إن شاء الله، وإن شاء الله نحن بنحاول ونحن كهواة الطقس يكون لنا تجمعات ومطالبات من الهيئة أن يكون على الأقل موجود، يوجد يعني جمعية مختصة بهواة الطقس بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك ناصر على هذه المساحة من وقتك ومداخلاتك المثرية في هذا الموضوع. بارك الله فيك أخي عبد الله. شكرا. شكرا ناصر بن محمد الريامي، إداري في حسابات الخيمة العمانية. حارث، في تجارب في الدول من هذا النوع يعني يسويوا كذا كمعيات ولا فرق ولا شيء يعني لهواة الطقس، ولا حن في عمان شوي اهتمامنا أكثر عنهم؟ حقيقة أنا كنت في بالي اللي هو موضوع كيف استفادت الدول من هواة الطقس بالأساس، يعني كيف ممكن أن هي تستفيد بشكل أو بآخر من هؤلاء الهواة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هي أكبر مثال على هواة الطقس، كون فيها يعني كثير من التغيرات المناخية جعلت الناس تحب هذه الهواية، فالجامعات العلمية والأرصاد الجوية والهيئات المختلفة التي يعني لها علاقة بهذا، حتى الجهات الإعلامية بشكل آخر يعني لديها عقود تواصل مع هؤلاء الهواة. مثلا هاوي الطقس ربما خبير الأرصاد الجوية يعني لا يخرج إلى الميدان مثلا لتتبع عاصفة رعدية موجودة على أرض الواقع، هاوي الطقس لديه الرغبة والشغف والخبرة لمتابعة هذه الحالة القوية على الميدان، فيستفيد تستفيد الجهة الإعلامية من حيث توثيق الحالة القوية إعلاميا، وتستفيد مثلا الجامعة بإرسال بعض الأجهزة ووضعها في أماكن معينة في العاصفة الرعدية فتستفيد من خلال جمع البيانات والمعلومات، وكذلك تستفيد اللي هي الجهات مثلا الأمنية أو الجهة أو التنظيمية في الدولة من حيث معرفة أماكن مثلا نزول الأودية وأماكن الأمطار وغزارة الأمطار وغيرها من الأشياء. أيوة، وكذلك الأرصاد القوية من حيث المبدأ يعني اللي هو أين تقع أو أين موجودة هذه أو ما هي نوعية هذه الأمطار، فهنا هذه الجهات استفادت من وجود هؤلاء الهواة. لكن هل هناك جمعية خاصة فيهم؟ هناك مجموعات خاصة لكن يعني غير مسجلة يعني كجمعية، ربما مؤسسة تجمع المطاردين مثلا للأمطار أو المهتمين بمجال الخرائط العددية، وهذه طبعا لديها أنشطة ولديها مثلا تحصل على مدخول نتيجة الخدمات التي تقدمها سواء للجهات الإعلامية أو الجهات التي يعني تستفيد من هذه الأشياء التي يقدمها هواة الطقس. يعني ممكن أنها تتطور المنظومة إلى هذه المرحلة، إنه مثلا هذه الجمعية أو هذا الكيان أيا كان اسمه يبدأ يقدم خدمات معينة
بطريقة منظمة ومرخصة وفق يعني حدود معينة. هو أكيد ممكن لأنها في تجارب يعني حدثت في الدول السابقة، حيث يعني حتى يعني أنت تشوف البرامج الوثائقية في الغالب يتم استضافة خبير أرصاد قوية وكذلك حاوي طقس متتبع للعواصف الرعدية أو للأمطار أو للعاصير، فهي يعني ذات جدوى يعني ومفيدة للهاوي ومفيدة للجهات المختصة، وأتوقع يعني راح تلاقي قبول وإقبال جيد من الهواة إنهم ينضموا، خاصة إذا كانت جمعية غير مقيدة بشكل إن الشخص لا يستطيع أن يمارس هوايته. فإذا كان الجمعية هي المكان الآمن والبيئة المناسبة لأن يمارسوا هؤلاء هوايتهم ويستفيدوا ويفيدوا، فأكيد هواة الطقس راح جميعهم ينضموا إلى هذه الجمعية ويصير تنظيم، والأرصاد قوية راح تكون عندها نوع من السهولة في طرح المعلومة وتقل الشائعات وتقل اللي هي يعني الحديث المغلوط المنتشر ما بين الناس. فحقيقة أتمنى تكون هناك خطوة من الهواة ومن الأرصاد قوية اللي تقبل هذه الفكرة، فكرة اللي هي لم شمل الهواة، وكذلك توضيح أو وضع يعني النقاط على الحروف بالنسبة لل يعني ما هي الأشياء التي تحضر على الهواة والمسموحة لهم كذلك. نعم طبعا، يعني مثل ما ذكرت في بداية حديثك أنه هذا الإجراء يبدو أنه سلسلة من الإجراءات، لأن قبل أتوقع كان في تعميم داخلي أنه الموظفي الهيئة أنفسهم اللي يشتغلوا في الأرصاد مثلا أنه ما ينشروا عبر حساباتهم الخاصة أي تنبؤات. نحن نشكر الجميع اللي يتابعونا يعني بشكل مباشر عبر البث المرئي على تويتر ومداخلاتهم ومشاركاتهم. طيب، نحن بناخذ الأرصاد لكن عن موضوع آخر، بناخذ الأرصاد عن آخر التوقعات حول يمكن الحالة المدارية. تحب تعلق عارث ولا ما تحب تعلق؟ 50 طيب حارث، نحن كنا في الحقيقة نسعى من بداية إعدادنا لهذه الحلقة أنه الأرصاد الجوية تشاركنا ولو بمداخلة، أو عفوا هيئة الطيران المدني تشاركنا ولو بمداخلة للإجابة على كثير من التساؤلات، سواء اللي طرحتها أو اللي طرحوها سلمان وناصر وطرحت حتى عبر تويتر، بحيث أن تتضح الصورة بشكل أفضل. يعني هم ما ردوا علينا إلى الآن بالرفض، ولكن نحن في انتظار ترشيح ضيف مناسب لهذا الموضوع. نتمنى إن شاء الله أنه حتى لو كان غدا نجمع كل هذه التساؤلات وتوضح للجميع، لأنه حتى كرأي عام بعيدا عن الهواء يعني متباين ردود الفعل. يعني حد يقول لك والله هذا زين سوي فيهم معرفوا إيش وكذا وتنظمت العملية، والبعض يقول لك لا نحن مستفيدين يعني من هذه الخدمات. يمكن لو كان هناك حراك أو نية مثلا من هيئة الطيران المدني أنها فعلا تنظم هذه العملية وبطريقة تكون واضحة لهواة الطقس، بيكون هناك شوية في اطمئنان وفي تجاوب وفي تعاون وتكامل. فأنا أترك لك المساحة الأخيرة إذا كان هناك أي تعليق. أنا دائما أقول أن يعني هواة الطقس مكملين لعمل الأرصاد ولا يتعارضوا مع يعني عمل الأرصاد القوية، وبالعكس إحنا يعني ندعم توجهات الأرصاد في تنظيم عملية التنبؤ عملية طرح المعلومات المناخية، لكن بجانب آخر يعني نتمنى أن يتم احتواء هؤلاء الهواة بطريقة يعني لا تضرهم، بطريقة تنمي من مهاراتهم. يعني هم في الأخير جزء من المجتمع وجزء كبير، يعني هو ليس إن نتكلم عن العشرات بل المئات والآلاف من الأشخاص المهتمين بهذا المجال، وكذلك المستفيدين من هواة الطقس يعني أعدادهم كبيرة. يعني أتمنى من الهيئة الطيران المدني النظر يعني بشكل يعني أوسع لهذه النقطة وتحديد اللي هي الاختصاصات التي سوف تأخذها الأرصاد قوية، والاختصاصات أو الأشياء المسموح أن هواة الطقس يعني يذهبوا إليها، بحيث أنه يستمر الهاوي في حساباته ويطرح المعلومة في حساباته، وكذلك الأرصاد تكون يعني مستمرة بطرح المعلومة ويعني المعلومة الصحيحة لجميع المتابعين. وفي الأخير احنا نقول للمتابعين خذوا المعلومة من مصدرها الرسمي، هذا مجرد رأي يعني، والمعلومة الصحيحة لازم تأخذها من الجهة الرسمية. نعم،
شكرا جزيلا لك حارث بن حمد السيفي باحث في أرشيف عمان المناخي على وجودك معنا في الاستديو، وإن شاء الله يعني نتابع هذا الموضوع بحيث أنها تكتمل الصورة بشكل أوضح. أشكركم صريحة يعني صراحة جدا على هذه الاستضافة وعلى تخصيص الوقت لهذا الموضوع المهم جدا بالنسبة لنا. طبعا هذا موضوع أعتبره مثل موضوع الحياة والموت بالنسبة لهوايتنا. لا صحيح. أيوة. شكرا جزيلا لكم. ومثل ما قال سلمان يعني كان يقول إنه الهواية صعب أنك يعني تطفئها من داخلك وأنك تكبح جماحها، يعني دائما يكون هناك طاقة كبيرة اتجاه هذا الشغف يعني والهواية. شكرا لك حارث.